عليكم، كل عام وانتم بخير. اليوم رح نسمع سفينة كبيرة وسفينة صغيرة. نبلش أول شي بالكبيرة. أولا بتساوي خاء مثلث. رقم 2 تاخذي مثلث وبتساوي هيك، صارت سفينة كبيرة. هلا السفينة الصغيرة بتصير أصعب، صعب شوية. السفينة الصغيرة بتساوي مستقيل. بعدين مستقيم. بعدين بتاخدوا النص وبتساوي مربع. بعدين تاخدوا بتساوي مثلث. بعدين تاخدوا المثلث وبتحطوها هيك، صارت سفينة صغيرة.